عودة مجددة لكم من بعد هذا الفاصل ومكملين وياكم مشوارنا. 3-2 عفوا 2-1 صح؟ واحد راح ويا الواحد يصير 1-0 حلو؟ واحد ويا الواحد صح أم خطأ إن أكبر بيضة في العالم الآن هي بيضة النعامة ووزنها 2 كيلوغرام تقريبا؟ صح ثبت؟ ثبت. وبيضة الفيل؟ لا أصغر. ليش؟ بيضة الفيل تتدري كم وزنها؟ الفيل ما يبيض. ها؟ الفيل ما يبيض. صح يا سلام عليك الفيل ما يبيض. الفيل يبيض ولا يولد؟ يولد. صح. ايش تقولي؟ ما ادري عم اكبر. صح خطأ اكبر بيضة بالعالم الان هي بيضة النعامة وزنها 2 كيلوغرام تقريبا. صح. ثبت؟ ايه. يا سلام عليك والنقطة الثانية لك. السؤال هذا لك. الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يظل شهرا كاملا واقفا على أقدامه هو الذئب أم الفار أم الحصان؟ شهر كامل يقدر يكون واقف ما يقعد. حصان. ثبت؟ إيه. يا سلام عليك وجابتك صحيحة. 2-1 حلو؟ إيه. أما السؤال هذا لكم. يمر نهر الدانوب بأربعة عواصم أوروبية هي بودابست وبلغارد ولا بوخارست وفيينا. صح أو خطأ؟ صح. صح؟ صح. أكيد؟ أكيد. وانا يا سلام عليك إجابتك صحيحة ولك النقطة الثالثة. السؤال هذا لك. أشجار الزيتون من الأشجار المعمرة التي تعيش أكثر من 400 سنة 350 سنة 300 سنة 350. ثبت؟ إيه. أكيد. فكر ما تشاورون مجموعتكم ما تشاور ناس مش قاعد تشاورون كل سؤال. ثبت؟ إيه. للأسف إجابتك خاطئة. 400 مو 300. صح أم خاطئ أن حاسة التذوق عند الفراشة في أجنحتها؟ صح. صح. ثبت؟ ثبت. ويا سلام عليكم انا اجابتكم خطا. والصح انها في اقدامها. انزين السؤال هذا لك. الحشره الوحيده اللي تستطيع تحريك راسها هي الجراده العنكبوت او فرس النبي؟ الجراده. ها شنو الجراده العنكبوت او فرس النبي؟ الجراده. ها؟ جرادة. ثبت؟ ايه. للأسف إجابتك شنو؟ قال لكم إياها. إجابتك خاطئة. تعوضها. السؤال الأخير لكم يقول الطعام الوحيد الذي لا يفسد ولا يتعفن مهما طال به الزمن هو القمح أو السكر أو العسل؟ سكر. عسل. سكر. عسل. عسل. لو بدخل السكر عندك ببيتكم 10 سنين بيخرب؟ شلون؟ لا السكر. عمرك شفت سكر يتعفن؟ لا سكر. سكر. سكر؟ أكيد. ثبت؟ إيه. ترى يمكن أخربطكم أنا. إيه أكيد. كيف؟ أكيد. ثبت. ثبت. خطأ يبقى مو سكر. قلت العسل. العسل. ولذلك يحتوي مواد ضد التعفن. أنا خربطكم. لكن أهم الأسئلة فزتوا فريق النصر على فريق جمجمة. كلكم فايزين ويانا وكل شيء شركة مشروعات سياحية على رعايتها لهذه الحلقة بجوائزهم الدائمة. وقولوا التسلية وهي المشروعات السياحية. يا سلام عليك. إذا شكرا لكم حبايبنا المتابعين. ختام الحلقة أذكركم بإيميل البرنامج الظاهر الآن أسفل الشاشة. سعد و بعد @الشاهد.tv. ملاحظاتكم اقتراحاتكم والعديد 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 راح استقبلها انا شخصيا عبر الايميل. ختاما كونوا ويانا في الحلقة القادمة لان احنا راح نكون وياكم بكل ما هو جديد ومفيد. في الختام لكم مني ومن طاقم العمل احلى سلام. مع السلامة.